السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي متعبة في البايثون موضوع تصميم الواجهة. أخي برنامج لقيته اسمه بيوتي ديزاينر. بيوتي ديزاينر بيخليك تصمم زي ما تكون بتصمم في فيجوال ستوديو. لما كنا بنبرمج فيجوال بيزك أو في سي شارب كان بيدينا واجهة سهلة جدا. هو أنا بيقول لك عايز تبدأ من إيه، تمام؟ طبعا ممكن تبدأ من الزيرو عادي، مفيش مشكلة خالص، هو بس بيضيف لك زرارين، وبعد كده تقدر تسحب الزرار اللي أنت عايزه وتبدأ تبرمجه زي ما أنت عايز. ده مثلا أداة تشيك بوكس، الليست فيو، التابل فيو، كل الحاجات اللي انت عايزها تقدر تسحب وتبدأ تحطها، وبعد كده تبدأ تغير الخصائص بتاعتها وتبدأ تبرمجها زي ما انت عايز. اسمه كيو تي ديزاينر.